العالم في دقيقة. تمت بنيويورك إعادة انتخاب المملكة المغربية عضوا في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وذلك خلال الانتخابات التي جرت بمناسبة الاجتماع 40 للدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه ليس بوسعه التحقق مما إذا كانت إسرائيل قد استخدمت أسلحة مقدمة من واشنطن في أحدث هجماتها المميتة في رفح. وأضاف بلينكن لصحفيين خلال زيارة إلى مولدوفا أن نوع الأسلحة المستخدمة وكيفية استخدامها سيتعين أن يكون الغرض من تحقيق في الهجوم. في إسرائيل صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بأن تعلن تل أبيب عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أنها منظمة إرهابية بتأييد 42 عضوا ومعارضة 6 أعضاء.